انضم إلينا عبر سكايب من مراكش محمد القراشي، المتطوع متطوع إيصال مساعدات في المغرب. أهلا بك محمد. محمد، يعني أخبرنا، هل المساعدات التي تصل حتى الآن إلى المغرب وإلى مراكش تحديدا فعلا تفي بالغرض؟ أهلا مازل، السلام عليكم. وبعدها وعليكم معكم السلام. محمد القراشي من مورد الزاوية الفكرية. الآن نتواجد إن شاء الله في أحد الأسواق الكبرى بمدينة مراكش. كنا قد قمنا باختيار قافلة البارحة، أوصلناها إلى أحد يعني 3 دواوير منكوبة، يعني كما شاهدتم في الصور أو الفيديوهات بتاع البارحة، يعني كامل يعني كامل يعني تم هدم الدوار بالكامل، يعني ف2 دواوير عن آخرهم، فقط بقي المسجد واحد الدواوير الثالث، الدوار الثالث، يعني هذا يعني كل من كان فيه مات الشهداء كله، يعني سبحان الله. حتى عندما استفسرنا من اهالي المنطقه، يعني السلطات المغربيه قامت يعني باغلاق المكان وجعله يعني كما يسمونه هناك بالروضه، يعني اصبحت مقبره يعني الشهداء كل ذلك الدوار، ذهب في ازيد من 150 فرد، وفي دوار اخر ذهب فيه ازيد من 60 فرد، وفي دوار اخر 17 فرد. المساهمات البارحه لم تكن كثيره بالنسبه لما التقيناه هناك ووجدناه هناك، فلذلك نظمت الزاويه الكفكاريه قافله اخرى، الان نقوم باعدادها حتى نصلها الى هناك ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب، يعني ايضا هنالك الاماكن التي هي في يعني او القرى الموجوده في الجبال، في بعض المناطق الوعره ايضا التي يصعب الوصول اليها، هل استطعتم ايصال مساعدات الى هناك محمد؟ بالنسبه نحن يعني اوصلنا لمكان لم تكن هناك مساعدات، عندما تواصلنا مع السلطات المحليه القائمه بالامر هناك اخبرونا بان يوجد بعض الدواوير لم تصل لها المساعدات، فلذلك يعني اكملنا الطريق الى دوار اسمه اكادير. هذا الدوار يعني سبحان الله من الدوار الى السماء، يعني اخر دوار هناك في ذلك الجبل. وفي الطريق وجدنا بان الطرقات تم فتحها من طرف يعني المعنيين بالامر ولله الحمد، ووجدنا بعض الصخور الكبيره التي سقطت من اعالي الجبال. المنطقه التي كنا فيها كانت يعني وعره جدا، بحكم مثلا الدوار الذي قلت لك بانه ابيد عن اخره، يعني سقط عليه الجبل، يعني الصخور تاع ذلك المكان سقط على ذلك الجبل باكمله، فسبحان الله ورحمه الله على الشهداء، هذا ما استطعنا نقول، ولكن ولله الحمد يعني هذا يعني هما رحمه الله عليهم والشهداء. وبالنسبه لما وجدناه يعني سبحان الله، يعني اتينا من مدينه الناظور بالضبط من الزاويه الكركريه، يعني ابعد 100,000 كيلومتر، يعني ما التقيناه في الطريق يعني يفرح القلب، يعني الحمد لله الخير موجود، يعني كل الاطياف تاع المجتمع، يعني صغار كبار شيوخ النساء كلهم تجندوا وراء يعني هذا الامر من اجل ايصال مساعدات لابعد نقطه، وما زالوا ولحد الان يقومون باعداد يعني مساهمات اخرى. يعني اشكاليه في المنطقه التي وصلنا اليها، يعني هناك اشكاليه ان الشهر 10 اكتوبر شهر 11 سوف يكون يعني 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 معروفه بالتساقطات الثلجيه، لذلك قمنا باعداد هذه القافله الثانيه من اجل تغطيه يعني مؤونه تبقى لمده شهر، مثل القطاني والخضر، هذه القطاني من اجل ان تبقى لمده شهر لاعدادها للاشهر القادمه. ما هي ابرز يعني الاحتياجات من المساعدات، يعني ما هو ابرز ما يحتاجه الناس اليوم من المساعدات حاليا؟ يعني المساعدات الاوليه مثل حليب وبعض المنتوجات التي تستهلك حاليا يعني لمده اسبوع ولله الحمد تم ايصالها هناك، ولكن بالنسبه للحاجيات الاخرى التي سوف يحتاجونها لمده كبيره، يعني مثل القطاني هي التي تستطيع ان تخبا يعني تخزن، القطاني باكثر يعني بكثريه هي التي تحتاجونها يعني يحتاجونها الان. نعم، طيب ماذا عن الخيام؟ ماذا عن يعني اشياء لمساعده يعني السكن؟ نعم، بالنسبه للمكان الذي وصلنا اليه يعني البارحه ولله الحمد السلطات وفرت لهم الكثير من الخيام، كما شاهدتم في الفيديوهات الخيام الصفراء يعني كلها من طرف السلطات ولله الحمد، يعني وفرت لهم الكثير من الخيام. المشكله ربما يوجد بعض الدواوير يعني البعيده التي لم يستطع يعني ان يصل لها لا المجتمع المدني ولا السلطات، وهم في حاليا يعني قيد فتح يعني طريق لذلك المكان. طيب، يعني ايضا كان هنالك بعض الاتصالات من بعض المشاهدين في اليومين يعني الفائتين يتحدثون عن ان هنالك نقص بالكثير من المساعدات وانه لم يصلهم شيء في بعض الاماكن، هل استطعتم التاكد من وصولكم الى الجميع وكل الاماكن فعلا التي تحتاج؟ بالنسبه لان كما قلت لك يعني وعوره المكان واتساع رقعه الزلزال هذا الذي ربما
قد لن يستطيع أن نصل لأبعد نقطة، ولكن دائما نحاول. لأن مثلا البارحة تجد بعض الدواوير يقول لك لم تصلنا لحد الآن، ولكن عندما وصلنا بدأت تتوافد الفواكه، يعني حتى في عودتنا في الطريق وجدنا قوافل طويلة وكبيرة، وما زال في المغرب يعني عدة مدن يقومون بنقط يعني تجميعية يعني من أجل إعداد قوافل أخرى. يعني ما زال يعني الأمر يعني ماشي فقط يومين أو ثلاث أيام والأمر سوف يتوقف، بالعكس، لأن هناك نقط كثيرة في المدن تاع المغرب ولله الحمد يقومون بإعداد يعني جمع يعني جمع مؤونة كبيرة من أجل أن تصل. عندما تجدنا المغرب بكله بأكمله من شرقه وغربه وشماله وجنوبه يجتمع كلهم من أجل أن يصلوا الأمر إلى نقطة، فإن شاء الله سوف يصل كل واحد يصل له المؤونة ولله الحمد. نعم، يعني دائما طبعا نتمنى ذلك، دائما الى جانب يعني المساعدات الانسانيه والغذائيه التي يحتاجها يعني المواطنون الذين يتعرضون لنكبات مشابهه لهذه النكبه، ايضا دائما يكون هنالك فرق انقاذ يعني تكون جنبا الى جنب مع هذه المساعدات. هل فرق الانقاذ فعلا ايضا موجوده في المكان معكم؟ هل تشاهدونهم فعلا يقومون بعمل كافي؟ نعم نعم نعم، لأن بالنسبة للأماكن التي تم يعني مثلا إكمال إخراج الوفيات أو المصابين يعني أكملهم، فلذلك المكان لم يحتاج يعني فرق إنقاذ، ينتقلون لأماكن أخرى. ولكن في الطريق وجدنا يعني سيارات يعني تاع القوات المسلحة الملكية تعد يعني مستشفيات يعني متنقلة، في الطريق وجدنا خيام خاصة بهم. يعني بالنسبة للمكان الذي ذهبنا إليه مثلا وجدنا يعني معسكر خاص بالقوات المسلحة الملكية أعدت يعني خيمة خاصة بهم من أجل استقبال أي شيء مثل المصابين أو شيء من هذا القبيل. طيب يعني عندما يعني التقينا بالناس لو كان هناك أي إشكال كنا سوف نستمع منهم شكاويهم، ولكن ولله الحمد يعني هم يعني الحمد لله يطلبون مؤونة يعني طويلة من أجل يعني ماذا ينتظرهم مستقبلا للأشهر الباردة يعني التي أتي حاليا. نعم، ما هذا الشيء الذي يخشاه الجميع، يعني قريبا سيبدأ الشتاء يعني خلال شهر أو شهرين، يعني والجميع يخشى من أن يبقوا بالعراء أو في هذه الخيام التي تكون رقيقة لا تقيهم شر البرد أو حتى يعني الشتاء. يعني ما الذي ستقوم به السلطات قريبا لحماية هؤلاء من التشرد فعلا في الشوارع؟ نعم، حاليا ما سمعناه بأنهم لا يستطيعون مثلا بعض الدوائر العودة إلى أماكن أو إصلاح البنايات بحكم بأن الأساسات على الجبال يعني صف تهدمت، فلذلك سوف ينزلون للأسفل من أجل للسكن. الكثير منهم يقولون بأننا سوف نرحل من هذا المكان وأنا يعني يعدون له مكان آخر يعني في أسفل الجبل أو بعيد شوية على الجبل بحكم بأن الأساسات أو الطبقة الأرضية للمكان لا تسمح بذلك. أيضا يعني هنالك يعني سؤال يعني يتراود الجميع اليوم عن الوضع العام بالنسبة للأرقام، يعني الأرقام جدا قليلة حسب يعني مساحة الزلزال الكبيرة والدمار الذي حل بالبلاد يعني بعد هذا الزلزال. طب بعد هذا الزلزال وهذه يعني هذا الدمار الكبير، لماذا الأرقام هي فقط يعني قليلة بهذا الشكل؟ هل هنالك نقص بالوصول إلى القتلى أو هنالك عالقين تحت الردم لم يصلوا إليهم أم ماذا؟ لا، الأرقام ولله الحمد الحمد لله بأنها يعني صغيرة ماشي بزاف، لأن الزلزال لم يقع في وسط المدينة. لو كان وقع بتلك الشدة في وسط المدينة وكانت البؤرة في وسط المدينة كان يعني سوف تكون أرقام عالية جدا، ولكن الزلزال وقع في الجبال، يعني الدواوير تجدين فيها فقط 100 فرد أو 150 فرد، يعني فقط عائلة يعني يسكنون يعني بمجموعهم هناك. مثلا إذا عدت لك الدوار الذي قالوا بأنه أبيد عن آخره يوجد فيه 120 فردا مثلا. نعم، يعني الدوار بأكمله فيه 120 فردا، فلذلك ولله الحمد ربي حفظنا وحفظ كل المسلمين أن الزلزال أتى فقط في المناطق يعني النائية أو في الجبال هكذا، أما لو كان في وسط المدينة يعني كانت الأرقام يعني نسأل الله السلامة فقط والحفظ، هذا ما نسأله. نعم، ومن بين أشياء يعني حتى تذكرتها الآن لأن يعني بعد يعني أحد الدواوير كان يطلبون يعني مرافق صحية بالنسبة للنساء، يطلبون مرافق يعني صحية، المؤونة ولله الحمد يقولون بأنها وصلت يعني يوجد عندهم، ولكن يطلبون بعض الأشياء الأخرى التي يحتاجونها بالنسبة للنساء لأن بعض الأماكن المحافظة فلذلك تجد النساء يستحيون لقضاء الحاجة وغير ذلك، فكانوا يطلبون يعني أشياء مثل أن تكون هناك يعني مرافق صحية. شكرا جزيلا لك محمد القراشي المتطوع الذي يعني يوصل المساعدات اليوم في مراكش، شكرا جزيلا لك.